في هذا المقام العلمي الجليل لهم أتوجه بشكري الجزيل أولاً والدعوة الكريمة من قبل رئيس المجلس القضائي عيتي بجنف وكذا النائب العام وكل الإدارات المجلس القضائي والعاملين به. ومن جهة أخرى مرحبا بالسادة الحضور من ليبيا ومدن. إذن موضوع مداخلتي يتمحور بالأساس حول مفهوم جريمة التزوير ومجال تطبيقها. إذن أول نقطة أبدأ بها هو لماذا صدر قانون مكافحة المخدرات مكافحة التزوير بشكل قانون خاص. إذن لماذا صدر هذا القانون في شكل قانون خاص بعدما كان موجودا في قانون العمومي؟ أول أمر هو أنه يعتبر تنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، فهو الذي أمر بضرورة الصول في البناء. هذا أول سبب. من بين أسباب كذلك أن هذه الجريمة أخذت أبعاد جد خطيرة في المجتمع الجزائري، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية بسببها من درء الأموال طائلة مما يشكل نزيف حاد للخزينة العمومية. إذن هذا السؤال الأول المطروح بخصوص الأمر. إذن ما هي الأسباب القانونية لصدور قانون التزوير في شكل قانون خاص؟ إذن يمكن لنا أن نقول بأن تلك الأسباب التي ذكرناها سابقا هي أسباب يمكن بين قوسين أنها أسباب سياسية، ولكن هذه أسباب قانونية. ما هي الأسباب أيضاً يتبنى هذا القانون في قانون خاص؟ هو أن هذا القانون يختص بوقائع محددة بحسب موضوعها، لأن الموضوع متعلق بالتزوير، وبالتالي ارتأى المشرع إلى أن يجعل هذا الأمر في قانون خاص. النقطة الثانية أن أحكامه تطبق على فئة معينة من الأفراد بسبب توافر صفات خاصة بهم. ولو أننا نلاحظ في هذه النقطة، هو الأصل أن المشرع عندما تنظيم أمر معين في قانون خاص يرتكز على مثل هذه النقطة، ولكن نلاحظ بأن المشرع ركز في هذا القانون على الموظف العمومي، لأنه اعتبره بأنه ظرف للتشريع، وبالتالي نقول بأن هذه النقطة تدخل في هذه الإطار. إذا النقطة الثالثة أنها تحمي مصالح متغيرة تحتاج إلى قانون مستقل يخففها، يضيف أحكام جديدة قد تكون مختلفة عن الأحكام العامة الواردة في قانون العمومي. كذلك من بين الأسباب التي جعلت المشرع يغير من هذا القانون، لأننا سوف عندما ندخل هذا القانون في مجال التطبيق سوف تتبين هناك احتلالات. لا يرجع المشرع إلى قانون العقوبات التغييري، وإنما يرجع فقط لهذا القانون. كذلك النقطة الرابعة أنها تضم في الغالب أحكام موضوعية وإجرائية وتدابير احترازية والتي تطبق على الجرائم الواردة فيها. إذا نلاحظ بأن هذا القانون يتضمن أحكام موضوعية، وكذلك نرى أن هذا الأمر موجود في قانون العقوبات، أن قانون العقوبات يتضمن أحكام موضوعية. ولكن الأمر الجديد في هذا القانون هو أن هذا القانون يتضمن أحكام إجرائية، وهذا ما لا نلاحظه في قانون العقوبات، وبالتالي جعل هذا الأمر جعل المجتمع يفرد هذا القانون بنصوص خاصة. كذلك نقطة أخرى وسوف أتطرق لها في لاحقا هو أن هذا القانون أتى بأن لا تدخل في إطار قانون العقوبات، التدابير الاحترازية لا تدخل في إطار قانون العقوبات وإنما تدخل في أمر آخر، ولذلك جعل المشرع يفرد هذا القانون بقانون خاص. أن قانون العقوبات لا يطلب من الإدارات اتخاذ إجراءات لتأمين وثائق إدارية. إذن في هذا القانون جاء وبين المشرع بأن على الإدارة الالتزامات من أجل حماية وثائقها، وهذا ليس من اختصاص قانون العقوبات، ولذلك كان سببا في تبني المشرع القانون الخاص وهو قانون التزوير. كذلك نقطة أخرى هو أن هذا القانون ينص على الجانب الوقائي، رغم أن هذا اللفظ لم يرد في طياته. إذا الجانب الوقائي لا يدخل في إطار قانون العقوبات، رغم أننا عندما نتفحص